كنا وصلنا امبارح يا مولاي لحد علي بابا لما استنى يا شهرزاد. ها هتفضل مقعده معانا كتير؟ انت كنت قلت يا شهرزاد انك بتحكي الحكاية دي زي ما انت شايفاها. صح يا مولاي. يعني انت شايفة ان انا بشبه قاسم ده؟ واحيانا بتشبه علي بابا. بشبه علي بابا؟ امتى بالظبط حسيت ان انا بشبه علي بابا؟ لحظات في اللي جرى ويمكن في اللي جاي اكتر. يبقى اكيد علي بابا هيعمل حاجات عظيمة. انا شايف علي بابا ده انسان كويس قوي، طيب وقوي وحلو وحنين. يمكن هنشوف، وبعد كده هنشوفك الاتنين مع بعض. المهم يا مولاي كنا وصلنا لرمانة مرات علي بابا وهي بتصرخ وبتقول الحقني يا علي الحقني يا علي، وجه العسكر خدوا الداية أم حداية لغاية قصر قاسم عشان تولد مراته. انت مزعق ليه؟ عايز ايه؟ انت مش شايف العسكر؟ انا ملخوم من العصر، وزير المملكة هنا في القصر، وعندك الداية اللي خطفها العسكر ومنعوها عن رمانة. ما انا مراتي بتولد زي مراتك، في 20 داية غير أم حداية اللي ساكنة هناك معايا. مش شاركونا وياكم تاكلوا معانا وناكل معاكم. اتنين اقعد هنا لغايه ما الدقيقه تخلص. اتفضل معايا. اتفضل اتفضل. كده برضه يا قاسم. عفوا عفوا يا مولاي الوزير. كمل كلامك له يا امير. انا كنت بقول انا مش طمعان في الشهبندر لكن اتحكم في المال ولا السوق والناس. أبداً. الله 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 الله، ده كلام كبير. كمل يا أمير. أنا هدفي يا مولاي الوزير أحقق للناس الخير، بين البايع والشاري يتعدل الميزان، والعدل يتحكم ويبان، يختفي غول الغلا، والكل يعيش في خير وأمان. كلام جميل كلام جميل. الداية يا قاسم. أنا عايز أعرف مين ده. سيدي قاسم مبروك، الست جابت بنت. بنت؟ مبروك مبروك. ولدت يا مهدايا، ولدت. يا كبدي يا دنايا. بمانة بمانة رمانة. بقول لك بنتي يا غواشم. وعايز ايه دلوقتي يا قاسم؟ انا كنت عايز ولد، وهواني كان نفسها فيه من مدة. وبدأت الشدة، الولد جاله. انت بتقول ايه؟ رمانة جابت ولد؟ روح هاته بسرعة. اجيب ايه؟ ابن علي بابا؟ روح هاته بسرعة. ده كان علي بابا يفضحني، يهد كل اللي بنيته، وانا بقيت شهبندر دلوقتي. طيب روح هات الطبق، هاته من هناك. هتشوف ايه تاني يا غواشم؟ روح روح يا قاسم، روح وما تبقاش لحوح وغبي. هات الغراب واذبحه. اذبحه بايدي؟ ما تضيعش وقت، القمر دلوقتي متغطي، ما اضمنش بعد شويه هيكون ايه. يلا. ما
رمضان. الذبح فوق الطبق. يلا زقرود زقرود اسمعني اسمعني يا زقرود. حضر اللي عايزاه اوام اوام بسرعة. امنع عنه الجن مرجان. اوام اوام. شايف ايه؟ هو اللي فوق. هو مين؟ هو اللي فوق فوق في الاعالي فوق. مين يا غواشم؟ علي بابا ولا ابنه ولا مين بالظبط؟ هي ولا لا هو ولا هو. شايف القمر انكشف وعكست تاني مش شايف. لا هبوس ايدك بقى. شوفي روح هات الولد بدله بالبنت واخلص. عايز انا بدل الولد بالبنت؟ القمر غاب غاب. شايف علي بابا قدامي غرقان في حزن اسود اسود بلون الموت. مين اللي مات يا غواشم؟ روح روح بسرعة روح. علي بابا ما هوش داري. بدلها بالولد يلا. لا انا ماليش دعوه انا جاي معاك خالص. ما يعرف سيدي قاسم هيسجنك. ابعد يا جارية قرب يا قاسم بالولد. ابن علي بابا ابني عايزه يبقى حقيقي ابنك. خلاص بقى يا غواشم هو ابني وخلاص. تبقى تخلص من ابوه. على اخويا ليه؟ انت قلت لي انه مش داري وحاسس. اللي بقول عليه تعمل بيه تخلص من علي بابا.
طمني. فين بنتي يا قاسم انت؟ المهم انت بخير. بنتي فين يا قاسم؟ البنت ماتت؟ انت بتقولي ايه؟ كنت واخدينها ليه عند غواشم يا قاسم؟ مش قلت ما تشوفهاش؟ ده ولد. ولد يا هوانم. ولد؟ ابني وابني غانم. مش كان نفسك في ولد؟ بس انا خلفت بنت. انت يا قاسم. فين بنتي يا قاسم؟ استني يا جاريه. تعالي. دي اوامر سيدي قاسم. انت يا قاسم. فين البنت؟ الجاريه جايبه الولد من بره منين؟ من كوخ علي بابا يا ستي. بس بقى ابنك خلاص. ابنك. طب والبنت؟ اعقلي بقى كده وزنيها. البنت فين يا قاسم؟ بدلناها. بدلتوا البنت بالولد؟ قاسم. نعم. بنتي تيجي حالا. خلاص يا هوان. نرجع الولد ونرد البنت. الولد هيفضل. والبنت كمان برضو ترجع. انت بتقولي ايه يا هوانم؟ عايزه الولد والبنت سوا؟ اللي بقوله يتم يا قاسم. عشان ده يتنفذ والولد والبنت يبقوا لينا يبقى مفيش غير الحل اللي قالت عليه. قالت ايه غواشم؟ قالت علي اخويا يموت. تصوري يموت. لا ليه؟ ليه؟ رمانة ليه؟ الفقر كان والشقة مهنة الدنيا ما حسيتهم معاك. دلوقتي وإيد الموت مني واخداني أستحمل ليه؟ ليه؟ تستحمل عشان تستحمل عشان اللي انتظرناه قد إيه؟ فايتها أمانة يا علي ويا ذكرانا الجميل. مرة واحد بيسأل واحد بيقول له هو شر الطريق أخو الوزير عتيق؟ قال له لا ده تشابه أخلاق. حلوة أوي حكاية. أسولكوا خروف تاني؟ خروف إيه؟ خروف إيه يا جدعان؟ إحنا عايزين حد يشيل شر الطريق من طريق الناس. في دي بقى حكاية هقول لك قول تاني. ما إحناش متفقين. بس أنا بقى متفق ويا حكاية في قوله يا شومان. وبالمناسبة بقى انتوا طلعتوا شوية حرامية معفنين. معفنين ايه؟ ده انتوا لمامة. مالك انت ومال جنس البني ادمين؟ يا عم احنا مالنا ومال اللي بيحصل من زفت الطين؟ شر الطريق ولا الوزير عتيق؟ احنا شوية حرامية وبس. وده ما يمنعش ان الناس برضو تستاهل اللي بيجرالها حداية. طب هيعملوا ايه؟ يا عم احنا مالناش دعوة. احنا زي ما قلنا شوية حرامية وبس. بنحبك وانت الوحيد اللي هنا بيدخل عارف السر وسمسم بيفتح لك. لكن ناطح مملكة. روح ناطح لوحدك يا اخويا. دول لو طلوكم يا شومان مش هيحصل يا حداية. ليه؟ قولوا له انتوا ليه؟ ايش الدبان من على وش؟ برضو مش فاهم. المعلوم في ميعاده بيوصل. لمقدم الشرطة شر الطريق وللكبير قوي عتيق. بتقول ايه؟ الله ده انا كده طلعت حداية لهبل بجد ومش بهزار. كل السنين دي وبتخدعني يا شومان.
اتأخرت ليه يا ابني؟ ما افتكرش اني هتأخر تاني يا ام. خلاص مفيش فايدة. انت عرفت اللي جرى يا حداية؟ عرفت ايه يا ام؟ مرات علي بابا ماتت بعد ما ولدت. ايه؟ ماتت؟ العسكر جروني على بيت قاسم اخوه غصب عني. على بال ما ولدت مرات قاسم ورجعنا فامنا كانت راحت. والمولود؟ اه ده اللي هيسود عيشتي لاخر العمر يا حداية. يعني ايه ياما؟ بدلوا ابن علي بابا ببنت قاسم. لا قدام عيني وما قدرت انطق. ليه ياما ليه؟ ما انت عارف، ما انت عارف ليه؟ ما انا ماشيه جنب الحيط من ساعه ما سجن ابوك، ومن بعدها خوفي عليك من يوم ما عرفت انك اتلميت على الحراميه. وعلي بابا عرف؟ مش داري بحاجه يا حبه عيني. معقول؟ معقول بعد اللي حصل كمان يخطفوا ابنه وتقول لي يستاهلوا يا شومان؟ لا ياما لا. استنى يا ابني، رايح فين؟ للي أسوأ من الوحوش. مستحيل يطلع نهار قبل ما الواد يرجع لابوه. استنى استنى يا ابني. انت مين؟ مين الولد؟ ولد مين؟ ده خدم. اهمد يا قاسم ورد.